وإلى الحملة التوعوية التي قامت بها مؤسسة القلب الكبير بإقليم أم حجر حول خطورة الزواج المبكر وأهمية تعليم الفتيات بحضور عمدة مدينة أم حجر منى حسن سكايا. هذا الاجتماع الجماهيري الجامع الذي نظم من قبل مؤسسة القلب الكبير يهدف إلى توعية سكان مدينة أم حجر حاضرة مقاطعة البطحاء الشرقية، وذلك حول خطورة الزواج المبكر والعنف ضد المرأة وكذا أهمية تعليم البنات، إلى جانب خطورة تناول المخدرات والكحول لدى الشباب، وأن أولياء الأمور الذين جاءوا من 3 مقاطعات بالإقليم أوضحوا للمواطنين الاستفادة التي تلقوها خلال 3 أيام من الحملات التوعوية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير. ممثل مؤسسة القلب الكبير بمدينة أم حجر خاطب الحضور موضحا خطورة الزواج المبكر والآثار السلبية الناتجة عنه، كما حثهم على الاهتمام بالنظافة، وأضاف بأن المرأة تلعب دورا هاما في المجتمع. وخلال هذه المناسبة تحدث عمدة بلدية أم حجر عبد الكريم محمد أب بكر، حيث أشاد بجهود مؤسسة القلب الكبير تجاه المجتمع ومساعدتها للضعفاء تحت رعاية سيدة البلاد الأولى هند دبي إتنو، مشيرا بأن الزواج المبكر يعد من الأسباب التي تؤدي إلى وفيات الأمهات والأطفال. ومن أم حجر إلى شريبة قرمي، واللقاء الذي جمع سلطان شريبة قرمي مع القيادات التقليدية والشيوخ من أجل التحاور حول بسط الأمن والسلام والتعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين. خليل حسن. تفكري وتشاوري جمع السلطان شريبة قرمي بن أجي ولي مع القيادات التقليدية وشيوخ القبائل وممثلي الرعاة والمزارعين. يهدف هذا اللقاء إلى التحاور ومعرفة الأسباب التي تثير الفتن بين الرعاة والمزارعين والبحث عن سبل ناجعة لحلها. اجتماعنا اليوم جامعنا في مشكلة نتعايش السلم. اليوم الفتنة بقى فتنة كثير، وكان ما لمينا بعدنا الأفكار لقينا ما لقينا الحل ده الدافع بالأرض، وكل شيء اللي أنينا السيادة بنقدر ننظمه ونلقى الحل. وأشار جلالة السلطان إلى الأعمال التي يرتكبها المسؤولين في حق أصحاب الأراضي، طالبا من السلطات العليا تنظيم إداراتها واحترام رؤية رئيس الجمهورية التي تؤول دائما إلى التعايش السلمي بين مختلف الأطياف التشادية. وقد شهدت المناسبة تنصيب بابا موسى إلى منصب أنغار بركتيه بعد وفاة سلفه شرف الدين همزة الذي كان يشغل هذا المنصب في حياته، لينضم بذلك بابا موسى إلى حاشية الملك.